تمام اجا هسه نحصل على مساعده هم من الام بي سي. طبعا هذا ام بي سي بس هاي شخصيه وياي اونلاين. تمام بس نحصل شخصيه الام بي سي. ممتاز هسه ثلاث مقاتلين لان الزعيم الجاي صعب يجون اصدقائي وياي. ندخل للزعيم روم ذا سبايدر. طبعا اوكي هسه لازم اول شيء نروح نقتل العناكب. اول مساله نقتل العناكب. انا العناكب هاي لا ممتاز. هسه اخذ الايكو مالتي واتوجه اني لل اضرب اضرب. ممتاز 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 ممتاز. شلنا نص دمها شوية. هسه لازم ننتبه ونبتعد لأن راح ترجع العناكب مرة ثانية. وهنا مشكلة حيكون شوية اكو اركين. لازم ننتبه. لا لا لحظة 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 لحظة. يلا يلا بسرعة. تعرف خلا مشكلة الاركين. مشكلة بالاركين للطلقة هي. فلازم نروح نقطع العناكب بسرعة. اقطع العناكب. انتبه بس من الاركين. اطلق اركين بشكلين. قضينا. لا بقى عنكبوت واحد. هذا راح انا اقضي عليه. طبعا المشكلة الاركين مالتها. خلنا نبتعد عن الاركين مالتها. طبعا مشكلتها مزعجة. تحتاج واو تقريبا شال دمي كله. طبعاً مو سهلة هذا الزعيم أبداً مو شي سهل. آه طبعاً ماتت أول شخصية الام بي سي أتوقع ماتت. جهت لها ضربة أني. جهت لها ضربة ونبتعد شوية. هذا اشتغلت بس مالتي ال شو اسمه. لا 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 ابتعد ابتعد بسرعه بسرعه بسرعه. طبعا حتى مدى الاركين مالتها قضينا عليها. طبعا هذا الزعيم مثل ما شفتوا صعب. حتى ويا ثلاث شخصيات ما كان الموضوع سهل. ناخذ اللايت لامب.